السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين كرام متابعي قناة من الآخر. خلاصة معكم محمد نور الدين. مبدئيا بعتذر لحضراتكم عن التأخير، للأسف أنا ضيق الوقت عندي لأن أنا بشتغل الصبح وعندي حاجات بخلصها بعد الظهر، يعني بعتذر لحضراتكم جدا عن تأخير مواعيد مباريات الجولة السادسة من الدوري القطري، دوري نجوم قطر، بداية من اليوم بإذن الله تعالى الثلاثاء 6/9/2022. في مباراة بتتلعب حاليا بالفعل، السد خسران من الشمال 1-2، أحرز هدف السد أندريا أو في الدقيقة 7، وهدفي الشمال عن طريق أمجد عطوان من ضربة جزاء في الدقيقة 19 وعلوان في الدقيقة 34، وإحنا منتصف المباراة، يعني المباراة بدأت من ساعة، بدأت الساعة 5. طيب عندنا المباراة اللي بعد كده، طبعا التوقيت بتوقيت قطر يا جماعة. السلية هتلعب أمام العربي الساعة 28 دقيقة أو 8 وثلث مساء بتوقيت قطر ومكة المكرمة. طبعا قناة ناقلة المباراة قناة بين سبورتس اتش دي المجانية اللي هي بين سبورتس اتش دي المفتوحة والمعلق عامر الخزيري، وقناة الكاس 1 اتش دي القطرية الكاس الأولى القطرية والمعلق خالد الحدي. في نفس التوقيت الغرافة هيلعب أمام مصلال الساعة 28 دقيقة مساء بتوقيت قطر، توقيت مكة المكرمة، على قناة الكاس الثانية القطرية اتش دي والمعلق سمير المعرفي. يوم الأربعاء 7/9/2022 عندنا ثلاث مباريات ايضا. الريان هيلعب امام المرخيه الساعه 6:10 مساء بتوقيت قطر، توقيت مكه المكرمه قطر، والقناه الناقله قناه الكاس 1 الكاس القطريه الاولى وقناه بين سبورتس اتش دي المفتوحه المجانيه. والاهلي هيلعب امام الوقره الساعه 28 دقيقه او 8 وثلث مساء بتوقيت قطر، توقيت مكه المكرمه. في نفس التوقيت الدحيل هيلعب امام قطر الساعه 28 دقيقه او 8 وثلث مساء بتوقيت قطر، توقيت مكه المكرمه. مباراة الدحيل امام قطر هتكون على قناة بين سبورتس اتش دي المفتوحة القطرية وكذلك قناة الكاس القطرية اتش دي 1 الاولى. اما مباراة الاهلي امام الوقر هتكون على قناة بين سبورتس اتش دي 7 وقناة الكاس القطرية الثانية. اشترك بقى في القناة وفعل زر الجرس واعمل لايك للفيديو. بعتذر مرة اخرى عن التأخير، انا اسف جدا لحضراتكم. كان معكم محمد نور الدين، نراكم فيديو اخر باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.